إلى الجسر القديم في قضاء المسيب الذي يربط محافظة بابل ومحافظة الفرات الأوسط، أصبح نقمة للأسف على المواطنين وأهالي القضاء. لماذا؟ بسبب غلقه، الأمر الذي يكبد المواطنين صعوبة في الدخول إلى مركز القضاء ويفاقم من الازدحامات داخل المدينة. ولكن هذا الجسر مثل ما تشوفه خلفي دا يشتغلون، هذا الجسر مقطوع ينقطع من الساعة 8 الصبح للستة العصر. هنا احنا عندنا كسبة بالسوق، تدري هذا الجسر أغلبية العالم الكسبة عايشة بالسوق، لسه تطب فتر بالسوق تلقى العالم صافنة. والجسر لا تنسى ذاك الصوب، صوب البحمدان صوب كبير، عدد نفوسه هواي، اللي عنده مريض اللي عنده شيء يروح على الجسر الشمالي، الجسر الشمالي من يطب نزة تراب المسلم ازدحام. يعني احنا نطالب من الحكومة المحلية المختصة بهذا الشيء ينصبون لنا جسر عوامه، هو الجسر ما يكلف 24 ساعة على مود الكسبة اللي قاعدين بالسوق على باب الله، هسه تطب للسوق كلهم صافنين خطية، وهذا الجسر تدري راح يطول 6 أشهر، فإذا هيك الوضع يعني الكسبة وين تروح وين تتوجه؟